به عسلمة. تحيا وزارة المرأة على كعبة وزارة الطفولة على كعبة وزيرة المرأة والطفولة. ما هو في الهواء وعندهم الحجاب ضارب بطنابو ويبيب في الدنيا بيبين والنورات متاع سنوت ألا وهي الفتيات الصغيرات زادة وقع تحجيبهم في نطاق البرنامج الوطني للتخونيج والوهابية في بلاد سنوت. ساعة ساعة نجم تلقى فتاة ما في عمرها كان 3 سنوات يقع اغتصابها وهذا اللي صار. هاوكا جماعة البرنامج الوطني للتخونيج والوهابية في بلاد سنوت سألهم يقولوا لك بكل فخر واعتزاز عليها كانت تتحجب. ثم ولحسن الحظ ما هو سنوت بلاد مبيبيا بالضبط، عادة فيها عباد اللي ترفض هذا النوع من الممارسات الشنيعة على الصغيرات وهما بيدهم يهبطوا للشوارع ويرفضوا ويعيطوا ويسيحوا. عادة مشاو لوزيرة المرأة والطفولة لكن ما لقاوهاش. المدام تدولش في قطر توري في قدها للعروبة واخواتها العرب وعادش بيه كان اختصبوا طفلة عمرها 3 سنين. وزيرة المرأة لا هي تتشخلع فماش مطيح بصبات باهي والمشكلة فاش اللي كي تلبس الدراشنية ما يواتيها شيء الصفاء وفي نفس الوقت شكون قتل شكري بالعيد؟ اي وين خلطنا؟